إذاعة جمهورية مصر العربية بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري تقدم حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. حافظ عليها تلاقيها. 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 السلام عليكم. أنا اسمي سارة هشام عبد السلام، عندي 5 سنين. حافظوا على المية عشان المية ما تخلصي، افتحوا المية حبة صغيرة، وحافظوا على النيل كمان عشان النيل ده فيه السمك اللي احنا بنحب ناكله، ما تلبوش فيه حاجة وحشة، وافتحوا الحنفية شوية شوية صغيرة عشان المية ما تخلصش من مصر، ولما نجمع نلاقي مية كتير. السلام عليكم، أنا اسمي سارة هشام. حافظ عليها تلاقيها، مع تحيات منى بطاح.